في قوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فهل هذا يدل على أن الذي لا يتوكل على الله أو من كان ناقص التوكل يخرج من الإسلام؟ الذي لا يتوكل على الله وإنما يتوكل على غيره هذا يخرج من الإسلام، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. نعم.